صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال على كل متابعينا ومشاهدين مطبخ لايف. معاكم النهارده مي صيام، نعمل مع بعض النهارده كده حلقه حلوه خفيفه ان شاء الله تعجبكم، تنفع للولاد في اللانش بوكس برضو، تنفع في العشاء، يعني هي جميله ان شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض البان كيك حادق بالخضار، ونعمل تورته موز زبادي. دي طبعا مش اللانش بوكس، دي لينا احنا بقى، خفيفه كده وحلوه ان شاء الله تعجبكم. هننزل بالمقادير بتاعتنا، بتاعت الزبادي عشان انا هبدأ بيها الاول عشان تلحق تقعد في التلاجة شوية، عشان انا هحط لها جيلاتين. انا المقادير المنيو بتاعتنا على الشاشة اهي، نعمل تورتة موز زبادي وبانكيك حادق، وان شاء الله نعمل برضو بانكيك حلو مع بعض، يتبقى حبة وقت كده ونعمل البانكيك الحلو. وانا شغالة في الحادق هقول لكم طريقة برضو الحلو، اللي هما الاتنين زي بعض، هو بس اختلاف السكر والفانيليا والملح والفلفل، مش اكتر من كده. هننزل بقى معلش بمقادير تورتة موس الزبادي عشان انا عايزه اعملها الاول، وبعد كده نعمل البانكيك. هنحتاج ربع كيلو من دي الاسبونج، عليه 3 بيضات، وممكن بيضتين، ربع كوبايه من الميه، وفانيليا، ومعلقه كبيره من الخل، ده للكيك نفسه. هنحتاج بقى 3 علب زبادي، وهنحتاج كوبايه من الكريمه، وهنحتاج مربى او مربى فراوله او مربى بلوبري للتزيين زي ما تحبوا، اي نوع مربى مفيش منه مشكله، او الحشو يعني مش لازم مربى، التوبنج اللي احنا بنعمله زي بتاع التشيز كيك كده، فراوله او بلوبري مفيش مشكله برضو. هنحتاج معلقتين جيلاتين هندوبهم في ربع كوبايه من الميه. المقادير على الشاشه اللي عايزين تصوروها قبل ما نبدا. اول حاجه هعملها ان انا هسخن الميه بتاعتي اللي انا هدوب فيها الجيلاتين، وهسيبها على جنب. الجيلاتين اهو، لو مش متوفر الجيلاتين ده جيلاتين عادي يعني خام، ملوش طعم وملوش اي حاجه. لو مش متوفر عندكم ممكن تجيبوا الجيلاتين اللي هو بطعم الاناناس، اللي هو في السوبر ماركت جيلي بطعم الاناناس، بيليق مع تورته موس الزبادي، واصلا طعمه خفيف يعني النكهه بتاعته مش قويه، فممكن نستعمله. لو متوفر عندكم الجيلاتين ده يبقى تمام، مفيش منه مشكله. الميه انا غليتها، يعني الميه دي مغليه بس عشان سقعت، فهدفيها بس شويه، يعني احنا عايزين الميه تغلي ونقفل عليها النار ونسيبها بقى شويه، يعني نحط صباعنا مش نتحمله، لا يبقى سخن علينا شويه بس مش لدرجه ان هي تبقى نار، عشان الجيلاتين لما بيتحط على النار بيقلب الدنيا، فاحنا مش عايزين الدنيا تبقى بايظه مننا. احنا يا دوبك هي بس عشان انا كنت غاليها، عايزه بس ارجعها تدفى شويه. يعني انتوا في البيت تعملوا ايه؟ تغلوا الميه في ممكن بقى لو عندنا غلايه تغلوا الميه في الغلايه وتسيبوها 5 دقايق، وبعد كده تحطوا على الجيلاتين. تمام كده، ده الجيلاتين اللي هو اللي بيجي من عند مستلزمات المحلات الحلواني. لو هتستعملوا الجيلي بتاع السوبر ماركت اللي بطعم الاناناس خلاص بقى عادي، ده ميه مغليه عادي مفيش منه مشكله. اول ما تغلي نحطها عليه الكيس، نحط عليه نص كوبايه من الميه، ندوبه، اتاكد بس ان مفيش اي تكتلات وان هو ما فيهوش اي كلاكيع خالص. ويفضل ان احنا لما نيجي نحطه على الكيك بتاعنا ان احنا نعديه من مصفى بزيادة، يعني زياده للامان. تمام كده اهو ما فيهوش اي. نعمل بقى الكريمه بتاعتنا، الكريم جانتي، كريم جانتي خام، كريم جانتي بسكر زي ما انتوا عايزين. لو كريم جانتي خام هنسكر اللبن، عشان طبعا كريم جانتي خام ما فيهوش سكر، فاحنا هنسكر اللبن اللي هنضرب بيه. كوبايه البودر عليها كوبايه لبن، وفي انواع كريمه بتاخد كوبايه البودر بتاخد كوبايه ونص، وممكن توصل لكوبايتين لبن ساقع حسب النوع اللي هتجيبوه. انا مش عارفه بقى انتوا هتستعملوا انهي نوع، فعشان نبقى في الامان ان احنا نحط كوبايه البودر عليها كوبايه اللبن ونضرب، لانها تقيله جدا نزود شويه لبن كمان او ميه ساقعه. تمام كده، عشان بس تبقى المقدار معاكم ثابت، كوبايه البودر عليها كوبايه الكريمه. وانا بتكلم على الكريم جانتي بتاع محلات مستلزمات الحلواني، الكريم جانتي التاني اللي مش بيمسك انا ده يعني بياخد معلقتين لبن، مش كوبايه لبن، ده بياخد معلقتين لبن. تقدروا تعملوا كريمه اللي هي السايله، مش لازم كريم جانتي بودر، ممكن كريمه سايله.
الكريم شانتيه خام، يبقى انا هسكر اللبن بتاعي بثلاث معالق سكر، ادوبهم في اللبن وادخلهم الفريزر شويه عشان اللبن يبقى ساقع. لو الكريم شانتيه كده كده فيه سكر خلاص يبقى مش هسكره. لو نسيت اسكر اللبن ومش هدوب فيه سكر عادي، ممكن نحط سكر بودره. في بعض انواع الكريم جانتيه لما بنحط لها سكر بودره بيسيلوا شويه، فعشان كده انا بقول لك نتجنب الخطوات دي بايه، ان احنا اللبن وهو لسه قبل ما ندخله الثلاجه يسقع بيبقى سهل ان احنا ندوب فيه السكر، فندوب فيه سكر عادي وندخله الفريزر يسقع باللبن، يبقى اللبن مسكر منه فيه وخلاص على كده. نعم الصوت مش باين. ماشي حاضر. الكريمة بتاعتي هي بدأت انها تمسك، انا بس مش عايزة اقول حاجات كتير عشان الصوت عالي عشان تبقوا سامعين كل حاجة. طيب تمام. الكريمه بتاعتي كده تمام. نحط بقى الزبادي بتاعنا، الزبادي اللي هو العلب. تمام، لو في زبادي العادي مفيش مشكله ينفع نستعمله برده، بس نصفيه من الميه بتاعته يعني حد ده عشان انا فاضيه بقاله شويه، ننزل حبه ميه هنصفيه. طب نصفيه ازاي بقى الزبادي العادي؟ هقول لكم، في شاشه مثلا نحطه في شاشه ونربطه ونسيبه شويه نص ساعه كده، هو هينزل الميه اللي فيه، او على مصفى لو في ما عندكوش شاشه ممكن على مصفى برده شويه. هضرب بقى الزبادي كده مع الكريمه. عايزين تحطوا لبن بودره ممكن نحط 3 معالق لبن بودر هيخلي الطعم برده حلو قوي. ممكن نحط لبن مكثف محلل، نحط نص كوبايه من اللبن المكثف. لو حطينا لبن مكثف محلل خلي بالنا ان هو فيه سكر زياده، سكره زياده، فاحنا ما نسكرش الكريمه قوي. وهنحط بقى الجيلاتين عشان يربطها لنا في الثلاجه. بقى الجيلاتين بيربط الحاجه على الساقع عكس النشا، عشان في ناس بتتلخبط تقول لك طب ما احنا ممكن نحط نشا، لا النشا بتربط على السخن، فاحنا هنربط الجيلاتين عشان يربطها لنا على الساقع. يعني الماده اللي في الجيلاتين بتشتغل في الثلاجه، الماده اللي في النشا بتشتغل على النار، فدي حاجه ودي حاجه، عشان في ناس دايما تقول لك نحط على الكريم جانتي نشا عشان يمسك، لا ملوش علاقه خالص. كده احنا عملنا الخليط بتاعنا اللي هي الحشوه اللي احنا هنحطها على طبقه الكيك، وهنحطها كده ساده، وبعد كده نحط احنا بقى على الوش اللي احنا عايزينه. طبقه الكيك بقى انا عملتها ازاي؟ طبقه الكيك اولا تقدروا تعملوا اي نوع كيك مش لازم الاسبونج، بس هو طبعا عشان هي تورته فاحنا عايزينها سبونج، فهقول اي نوع كيكه بينجح معاك وينفع. ولو هتعملوا بقى زي ما انا بعمل كده الاسبونج، نجيب نص كيلو من دي الاسبونج ونقسمه ربعين، عشان احنا عايزين ربع كيلو بس من دي الاسبونج، احنا عايزين طبقه واحده مش عايزين تورتايه عاليه، فناخد ربع كيلو من دي الاسبونج
نحط معاه 3 بيضات وممكن بيضتين وفانيليا بس مش اقل من كده، ونحط فانيليا ونحط معلقه خل وربع كوبايه من الميه، يعني ربع كوبايه من الحنفيه، مش لازم ميه ساقعه قوي. وبعدين بخلطهم كويس بالمضرب الكهرباء، ولازم مضرب كهرباء، ما ينفعش مضرب سلك ولا ينفع ولا فود بروسيسور، لازم مضرب كهرباء لحد ما تبقى قوامها كده عامل زي الكريمه وفاتحه كده وتقيله. نكون الفرن بتاعنا شغال على 180، ندهن الصينيه بتاعتنا بورق زبده او بسمنه او بزيت ايا كان، ونحطها وندخلها الفرن. هتاخد 35 دقيقه، تطلع تهدى شويه، نحطها بقى في صينيه التشيز كيك او نحطها في بايركس او اي حاجه يعني حابين تقدموا فيه. يعني ممكن تحطوها في صينيه التشيز كيك وتحطوا بعد كده فوقيها الكريمه، تدخلوها تسقع، بعد كده نفكها تبقى عامله شكل الطبقه. ممكن في بايركس زي ما انا عامله النهارده كده، انا حطها في بايركس ونقدمها بيه. اي حاجه تعجبكم. نسقسق بقى الكيك بتاعنا، احنا عارفين ان الاسبونج لازم نسقسقه، فهنسقسق الاسبونج بتاعنا بعصير اناناس او بلبن متذوب في شويه سكر او بشربات خفيف اللي هو نص كوبايه سكر على كوبايه ميه، ونسيبهم يغلوا على النار لحد ما السكر يدوب، وبعدين نحط حبه فانيليا ونطفي النار عليه، ولما يبرد تماما نستعمله. اي حاجه نسقي بيها لان الاسبونج لازم يتسقى. سقسقه بقى باي حاجه او من العصاير اللي بتليق عليها عصير الاناناس، رغم ان احنا هنحط توبنج فراوله او توبنج بلو بيري او اي حاجه، بس الاناناس بيليق معاها وبيديها ريحه حلوه، مش بيبان اصلا قوي على فكره، الطعم مش بيبان قوي يعني مش هيغطي على حاجه. عايزين تسقسقوها بلبن ماشي، اي حاجه بس تديها طراوه شويه، عشان الاسبونج بيتعمل ببيض والدقيق، خلطه الاسبونج اصلا الجاهزه اللي بتتجاب دقيق الاسبونج ده بيبقى دقيق وسكر ومواد رافعه، واحنا ما بنحطلوش ولا لبن ولا زيت ولا سمنه، فاحنا الاسبونج بيحتاج ان احنا نسقسقه بس كده. سهله جدا. نحط بقى الكريمه بتاعتنا، حابين تعملوها في صينيه التشيز كيك برضو بتبقى في منتهى الجمال وشكلها شيك في التقديم. انا عايزه في برضو فكره عملت، اخلي شويه كريمه ليها اقول لكم عليها، ان احنا ممكن نعملها لكل واحد لوحده في الكوبايات دي، بنجيبها بتعجبنا بيبقى شكلها حلو، تقدروا تجيبوها او لو عندكم منها او اي بولات مثلا، لو عندنا بولات او حاجه. وبرده بنسقسقها ونحط لها الكريمة برضو. دي فكرة لو عايزين تعملوه كده، لو عندكم مثلا حد وجاي لكم مش عايزين تقعدوا تقطعوا، ممكن نعمل لكل واحد كده بولة صغننة. نرجع بقى الباقي هنا. كده تمام. انا عامله الحشو، تقدروا طبعا تحطوا اي مربى هتليق، فراوله او بلو بيري، او تقدروا تعملوها حشو اللي هي بيبقى فيه قطع. يعني انا بعمل، بجيب الفراوله اغسلها كويس واشيل منها كل الاخضر اللي فيها واحطها واحط لها شويه سكر كده من غير معيار، يعني اغطي وشها كله كده بالسكر حسب بقى الكميه اللي انا عاملاها، اغطي وشها بالسكر وهسيبها في التلاجة من بالليل، واصحى تاني يوم وانا بعمل الغدا بتاعنا بحطها على النار، نار هاديه، هي بقى اصلا نزلت بقى الميه بتاعتها بحطها على نار هاديه واسيبها بس كل شويه اقلب فيها، عشان كده بقول لكم ايه وانا بعمل الغدا عشان ما انساهاش، افضل اقلب فيها حبه في حبه، هي
ما فيهاش بقى ميه كتير، فبتنزل بقى حبه بسيطه من الميه وبتبدا تقعد مع نفسها وتبقى خلاص كده تمام. ممكن احط لها يعني نص ليمونه وخلاص على كده. حابين تبقى تقيله وماسكه زياده، ممكن معلقه جيلاتين ندوبها في شويه ميه ونحطها عليه، ولما تبرد بحطها في علب وحطها في الفريزر وخليها بقى عندي للاستعمال. يعني هي مش مربى، انا مش بعملها مربى، بعملها حشو، ومش بقطع الفراوله، بسيبها زي ما هي عشان بعد ما تتهري تبقى محتفظه بشكل القطع بتاعها، فلما اجي افردها على حاجه او اجي احطها على حاجه تبقى باينه انها فيها قطعه لسه. الوش بقى زي ما احنا عايزين، لو هتحطوا مربى اللي هي بمعنى مربى وكريمي وما فيهاش قطع، ممكن تعملوا كده خطوط وتمشوا كده عكس عكاس، تعملوها زجزاج، وممكن تعملوها زي ما يعني هعمل دلوقتي اللي هي الشكل العشوائي، بيبقى برضو شكله حلو. نحط حبة هنا بقى، بقسمها كده علب صغيرة واشيلها في الفريزر للاستعمال بقى. حاضر، تمام. نعمل بقى ايه، بشوكه كده مثلا او بستيكس او اي حاجه وندخلها كده في بعضها. ده شكل، وزي ما قلت لكم ده شكل تاني براحتكم. ولو حابين تاخدوا حبه من الفراوله تضربوها مع الكريمه عشان تبقى الكريمه لونها مع الفراوله برضو ممكن. هي كده، هي كده خلصت خلاص، احنا خلصنا، ما فيهاش شكل قوي. وممكن تسيبوها كده زي ما انتوا عايزين، بس نفردها شوية عشان تبقى مالية بس الوش. بس كده ندخلها التلاجة بقى، هتمسك مع نفسها. ونبدأ الوصفة التانية بس بعد الفاصل. فاصل ونواصل، اوعوا تروحوا في اي حتة، رجعاكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. نبدأ بقى الوصفة التانية بتاعتنا، ان شاء الله برضو تعجبكم وتنفع حلو وتنفع حادق، نعملها الاتنين مع بعض ان شاء الله. هي البانكيك. البانكيك من الحاجات السهلة السريعة، بتاخدش وقت خالص، واعتقد يعني الاطفال كلها بتحبها وكمان احنا بنحبها. وممكن كمان نعملها كلها مش بالدقيق الابيض، ممكن نحط معاها دقيق شوفان، نحاول ندخل لهم برضو حاجة تكون صحية، يعني ما بتقولش لا بصراحة، ونقدر نداري فيها اي حاجة. فانا عشان كده النهاردة هعملها حادقة عشان نحط فيها الخضار اللي هم مش بيرضوا ياكلوه، فلفل، نحط جزر، نحط جبنة، نحط زيتون، نحط اللي احنا عايزينه. هننزل بمقاديرها دلوقتي ونعملها مع بعض ونخلطها، يعني نعملها كلها قدامكم. المقادير هتنزل معاكم دلوقتي حالا، اللي عايز يصورها. هنحتاج كوبايه من الدقيق وبيضتين وكوبايه لبن ومعلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الزبده، ملح وفلفل اسود، وزيتون بقى وفلفل رومي، جبنه، زي ما انتوا عايزين. الخضار ده براحتكم، جزر مبشور اختياركم بقى، ده براحتكم. لو هنعملها حلوه هنشيل الملح والفلفل الاسود ونحط فانيليا بس كده، يعني هي نفس المقادير بالظبط. اول حاجه ان انا ما هي نفس المقادير، المقادير الحلوه هي اياها، بس انا هنشيل الملح والفلفل ونحط فانيليا. وهقول لكم ازاي هنحط الخل مع الخليط ده. في الحلو التزيين بتاعها، طب مش هنحط بقى فلفل ولا هنحط جبن، التزيين بتاعها ممكن بقى شويه مربى، عسل، شوكولاته، اللي تحبوه بقى، فاكهه ممكن نقدمها مع فاكهه، مع موز وشويه رمان وشويه كيوي برضو بتبقى حلوه قوي. ده بقى التقديم ده بتاعكم وبراحتكم، بس اللي هي الحلوه انا بحب برضو ادخلها شويه فاكهه، يعني مش تبقى كلها يعني حبه عسل ومعاها موز معاها كيوي، اهو ياكلوا اي حاجه من ضمن البانكيك. مش حابين خلاص ممكن هي كفايه ونحط عليها الشوكولاته او المربى. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اقول لكم ان انا اللبن حطيت عليه معلقه الخل، كوبايه اللبن حطيت عليها معلقه الخل دلوقتي. فبصوا اللبن بقى عامل ازاي معايا بقى، تقيل. اهو بصوا اللبن كانه زبادي،
عشان حطيت معلقة الخل على اللبن. تمام، البيضة اهي، احنا هنعمل بيضتين بس، انا هعمل نص المقادير عشان الوقت بس بتاعي، ان انا مش هقعد اسوي كل ده عشان الحق اعمل كل حاجة، فانا هعمل مقادير صغننة. ادي البيضة معاها الملح والفلفل، ماشي، الملح والفلفل، وكده كده احنا حاطين خل مع اللبن، فمش ما تقلقوش مش هتحسوا بأي حاجة للبيض خالص. وبعدين نحط اللبن اللي احنا سبناه، مفيش يعني 3 دقايق وبقى بالمنظر ده. ونخلط كده، مش محتاجين مضرب كهربا، مش محتاجين عجان، مش محتاجين اي دوشة، لو بشوكة حتى لو عملتوها بشوكة مش هتقول لا. وبعدين هحط معلقة الزبدة. طيب مش عندك زبدة عايز تعمليها بالزيت؟ ماشي، بس هو طعم الزبدة بصراحة بالذات في اللي هي الحلوة يعني، ممكن الحادقة تعدي عشان هنحط لها خضار وهنحط لها حاجات، لكن في الحلو الزبدة بتخلي طعمها حلو قوي، خصوصا لو طبعا زبدة حلوة ومن مكان كويس. كده احنا ماشيين نفس خطوات الحلو كمان، يعني الحلو نعملها كده بس بدل الملح والفلفل نحط فانيليا، وبرده اللبن نحط له معلقة خل ونسيبه وبعد كده نحطه، يعني كده احنا ماشيين نفس الخطوات بس باستثناء الملح والفلفل هيبقى فانيليا. وهنحط بقى معلقة سكر لو احنا بنعملها حلو، هنحط معلقة سكر، دي بقى حادقة فانا مش هحط فيها معلقة السكر، هحط بقى الايه الدقيق. اول هحط على الدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وايوه معلقة كبيرة، ده يعني اغلب الوصفات بتبقى معلقة صغيرة بيكنج باودر، لا هحط معلقة كبيرة على ضمانتي عشان يبقى فيها كده تبقى فلافي كده وحلوة، متبقاش عاملة زي القطايف. الخليط كده محتاج لبن، المقدار اللي حطيته كان ازيد من 1 كوباية دقيق، يعني نفكها بشوية لبن. قوام البانكيك بيبقى وسط، ولا هو عجينة ولا هو سايل قوي، يعني بيبقى قوام تخين بس سايل، هنشوفه دلوقتي مع بعض. عندنا بقى طاسة تكون على حجم البنكيكة تبقى أحلى عشان نعمل لكل واحد واحدة كده تبقى حلوة، عايزين طاسة كبيرة وتحطوا جنب بعضهم برضو مفيش مشكلة. ده تمام، حط بقى الخضار بتاعنا كده، لو هي خلاص لو هي حلوة هنسويها على كده، لو احنا عاطين سكر يبقى هنسويها على كده، لكن احنا عايزينها بقى حادقة هنحط جزر. كل اللي جاي ده اختياري معاكم تماما، الحاجة اللي عايزين تشيلوها شيلوها، الحاجة اللي عايزين تزودوها زودوها، الكميات برضو زي ما انتوا عايزين، بنحب الجزر اكتر لا مش بنحب طعم الجزر قوي، زي ما انتوا عايزين. حط جزر وفلفل رومي، عايزين كمان فلفل الوان حطه، وزيتون،
واحط جبنة. كل الكلام ده بقى براحتكم خالص، ونوع الجبنة برضو يرجع لكم، عايزينها رومي مبشور، شيدر مبشور، اي حاجة. الرومي بتحيق، خلوا بالكم بتحيق طعم الاكل، فما تزودوش بقى الملح والزيتون كمان، احنا حاطين زيتون، فزيتون وجبنة رومي وملح، يبقى نراعي الملح شوية. عشان تبقى مظبوطة معانا. عشان احنا عايزينها تبقى سهلة شوية. بس كده تمام جدا. وريكم شكل الخليط بقى. انا ولعت النار عشان الطاسه بتاعتي تسخن، وحاطه فيها نقطتين زيت وهمسحه، هوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. الطاسه اهي، انا على قد واحده يعني، مش هعمل طاسه كبيره، انا بحبها تطلع كلها شكل واحد ومقاس واحد، وكل واحد يبقى واحده. انا حطيت النقطتين الزيت وهمسحهم كده، شايفين معايا؟ انا مسحت الطاسه، مخليتش فيها الزيت، مسحته كده ووزعته فيها كده. ونجيب بقى الكبشة بتاعتنا، سخنت نحط بقى، نملى الطاسه. هي كده يعني، هي كده كده هي اصلا صغيره، فلما هملاها تطلع حجمها معقول جدا. نخلي بالنا نبقى واقفين جنبها، ما نعملش حاجه تانية، لان هي في ثانيه هتتحمر. هنعرف منين بقى ان احنا نقلبها؟ هنلاقيها تبدأ دلوقتي تعمل فقاقيع على الوش كده، وهنلاقي الطروف بتاعتها سهلة ان انا ادخل فيها المعلقة او الاسباتولا ان انا اقلبها الناحية التانية. هتشوفوها معايا. ممكن اشيل لكم دي، احنا مش عايزينها اصلا. هي بدأت اهي تعمل الفقاقيع بتاعتها. مفيش اي ريحة زفارة. البيض والملح والفلفل والخل قضوا على كل حاجة. بصوا بقى، المعلقه الكبيره البيكنج باودر خليتها ليها ارتفاع ازاي، فيها لحم، تحس ان احنا برضو بناكل حاجه متبقاش رفيعه قوي، ما نحسش بطعمها سواء في الحلو او في الحاده. بصوا هي شدت كده، ينفع ان انا اقلبها. عايزه طبق اطلع عليه. عايزين تحطوا بقدونس معاها، رشة بقدونس حطوا، يعني كل الأفكار حلوة. أي خضار عايزين تحطوه. تمام. بصوا اهي من الظهر كمان استوت من على ناحيتين، قوليها سمك شوية، ده اللي أنا عايزاه بقى.
ان احنا نحس ان احنا بناكل حاجه. مش هدهن بقى تاني الطاسه زيت، هي على وضعها كده. ناخد الكبشه التانيه ونحطها سواء في الحلو او في الحادق، هنعمل كده. احنا كده دهناها هي مره واحده، وطبعا لازم تكون الطاسه كده غير قابله للالتصاق، ما ينفعش طاسه الومنيا. الحلوه بقى ممكن نحط معاها معلقه كاكاو وتبقى ونخلطها، تبقى هي اصلا الخليط نفسه لونه بني، تبقى بتعمل شوكولاته، ولما تستوي نحط لها بقى صوص الشوكولاته، تبقى برضو حلوه قوي ويفرحوا بيها. وتغيير يعني تبقى برضو هي نفسها العجينه نفسها شوكولاته. ينفع بقى الوصفه دي ياخدوها معاهم المدرسه، مش هتبهدلهم في حاجه. ينفع تتحط في اللانش بوكس لان الخضار منها فيها والجبنه والبيض، فهي مش هتبهدل الدنيا وسهله. ونصيحة مني، لو هتعملوها للولاد في المدرسة كتروها شوية او صغروها شوية عشان تعرفوا تكتروها، عشان الولاد يعني يدوق زميله وزميلته اللي جنبهم، يدوقوا بعض، لان بتبقى حاجة يعني الحاجة الملفتة غير الساندوتشات بتبقى عايزين يجربوها، فعشان ولادكم تلاقوا حاجة ياكلوها فصغروها شوية وممكن يشيروا مع بعض بقى. تمام، سوا ظهرها ودي الوش. ماشي، حاضر، سويه بقى. هنعمل واحدة كمان اهي. هو اصلا الخليط يكفي معانا واحدة كمان، يعني نعمل واحدة كمان وبس. عشان كده انا عملت حبة صغننين عشان يخلصوا على طول. بس كده مع عصير بقى جوافه باللبن في للولاد، يعني في المدرسه نعمل لهم البانكيك الحادقه دي ومعاها عصير جوافه باللبن، ونحط نقطتين ليمون على الجوافه. هي الجوافه مش تسود يعني، لو ضربناها زي ما عملتها معاكم نضربها ونحط معاها معلقه كريم شانتيه ونحط لها لبن، هي مش تسود ولا حاجه. انا بس بحط ليمون عشان المناعه للولاد مش اكتر. والجوافه فيها فيتامين سي وحلوه جدا ومفيده للمناعه، وخصوصا اليومين دول، فلما ياكلوا كده ومعاها عصير هيفرحوا وتبقى حاجة كويسة، وربنا يحفظهم كلهم يا رب ان شاء الله. يعني نسيبها ايه سيك. ساعات بنبقى كمان بالليل محتارين نتعشى ايه، طيب عندنا فلفلاية متبقية على جزراية بشوريها، شوية جبنة، مفيش جبنة مش مشكلة، يعني ساعات بتبقى الجبن مثلا مش مبشورة عندنا ومكسلين احنا نبشر، مش مشكلة متحطيش جبنة عادي، كفايه فلفل وجزر وشويه زيتون. كيكه البرتقال، كيكه البرتقال هي زي الكيكه العاديه، بس ما بنحطش كوبايه لبن، بنحط كوبايه عصير برتقال. وممكن كمان نستغنى عن عصير البرتقال، في دلوقتي فانيليا برتقال كمان تخلي طعم الاكل حلو، بنجيبها من محلات مستلزمات الحلواني بنحطها، بتبقى طعمها عامل زي البرتقال. بنحط في الخلاط او في او بنضربها بالمضرب 4 بيضات مع فانيليا مع ثواني كده عشان بس ايه اركز معاكم، 4 بيضات وفانيليا وكوبايه ونص سكر، وممكن توصل لكوبايتين سكر، مش هيبوظ المقدار في حاجه، لكن اكتر من كده يعني لا، مش تبقى كمان حلوه، بس كوبايتين سكر اللي بيحب الحاجه مع السله الزياده. نضربهم مع بعض ونحط كوبايه البرتقال، لو هنعملها بلبن بنحط مع اللبن معلقه خل زي نفس فكره البانكيك كده، بحط معلقه كبيره من الخل على كوبايه اللبن واسيبها على الرخام لحد ما اجهز باقي مكوناتي، وبعدين احطها، بيبقى اللبن تقل شويه كده معايا. نخلطهم مع بعض، ننزل بيهم بقى في على بوله يكون فيها 3 كوبايات الا ربع من الدقيق على كيس بيكنج باودر مخلوطين كويس ومنخولين مع بعض كويس، ونقلبهم مع بعض. لو عندنا بشر برتقانه نحطه مع البيض واحنا بنضربه في الخلاط، برده بيخلي نكهه قويه وحلوه. وبس خلاص نخلطهم كويس مع بعض، ونكون الفرن يكون سخن على 180، ندخلها في صينيه مدهونه سمنه او ورق زبده وندخلها، لا تاخد حوالي 40 دقيقه
وبعدين تطلع تهدى شويه نقوم قلبينها وسايبينها تبرد على شبكه ونقدم شبكه ونقدمها بس، ما فيهاش اي حاجه، زي الكيك العادي بالظبط. حابين نعمل لها مثلا صوص او حاجه، ممكن نعملها صوص زي صوص السينابون كده، اللي هو صوص الجبنه، نضرب مكعبين 3 مكعبات او 3 مثلثات من الجبنه مع لبن مكثف او لبن بودره وسكر بودره وحبه لبن، نضربهم مع بعض. وطبعا نحط بقى عصير برتقال عشان هي كيكه برتقال، ونحطها على الوش، تبقى برضو يعني فكره حلوه للتقديم. تمام اهي. لو حطينا بقى معلقه صغيره بيكنج باودر مش هتديكوا الارتفاع ده، هيبقى الارتفاع اقل شويه، فمعلقه كبيره بيكنج باودر بتفرق عشان تخليها كده فلافي كده وتحس ان احنا بناكل حاجه. فجربوها وقولوا لي عملت معاكم ايه. كده تمام انا خلصتها. احنا هنطلع فاصل صغير قوي ونرجع لكم على طول. فاصل ونواصل، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل. خلصت البانكيك الحادقه الجميله بتاعتنا دي، جربوها. وانا كنت عامله بقى اللي بسكر، احنا قلنا ايه، هنشيل الملح والفلفل ونحط سكر بس كده وفانيليا، ده الاختلاف. ونفس خطوه اللبن نعملها ونفس الخطوات كلها نعملها، ممكن بقى نديها بس كده رشه من العسل خفيفه. وعملنا مع بعض كيكه الزبادي، تورته الزبادي بالسبونج. ممكن نحط مربى، مش لازم عسل، ممكن نحط شوكولاتة زي ما انتوا عايزين. بس دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. زي ما قلنا المسكرة نحط لها اي فاكهة، رمان، كيوي، موز، زي ما انتوا عايزين، مانجا كمان لو موجودة، فراولة، زي ما انتوا عايزين. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم على خير المرة الجاية. كانت معاكم مي صيام،